السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة جيمر. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن البنر زي ما تشوفون قدامكم. هذا البنر هذا كيف تجيبونه؟ إنه يعتبر هو الأعلى لايت، بحيث إنه يعطيك 900 لايت إذا جمعت منه 3 حبات وصنعته فهو يعتبر الأعلى. فبنشرح لكم على المناطق كلها كم تعطيك لايت، وإذا صنعته كم يعطيك وكم يجلس معك من اليوم. خلونا نبدأ. طيب الحين راح نتكلم بشكل مفصل أكثر عن موضوع البنرات ومناطقها، وكل منطقة كم تجلس معك، يعني كم يعطيك من اللايت وكم يعطيك من الأشياء هذه كلها. طبعا احنا المناطق حقت الجود أو التوب سايد فيها اليوبا 8 و 9 و 10، طبعا أفضل هي 10 لأن أعلاهم لايت. فاليوبا 8 إذا هزمت الوحش اللي فيه حق الليفاي راح يعطيك شمعة فيها 250 لايت. تحتاج يعني طبعا الشمعة هاي تجلس معك يوم كامل، حلو. بعد اليوم راح تختفي الشمعة من عندك. شلون انت تقدر تخليها تقعد معك اسبوع؟ تجمع منها 3 حبات. طبعا اليوبا 8 هذا او اليوبا 8 اللايت حق الشمعة راح يكون 250، اذا صنعته راح يجلس معك اسبوع. طبعا يجلس معك من الاثنين للاثنين، و راح يتحول من 250 الى 300. كيف تحوله او كيف تصنعه؟ طبعا انت اول شيء تسويه انك تجيب 3 بنرات، يعني تهزم 3 وحوش لباي. بعدين تجي عند الاهلة هذه، تنزل هنا عند السن سيكر، تجي هنا عند اول واحد، تجيب 3 شمعات هذه و1000 عين، واحد تنتكل واحد بول اوف وزدم، وتقدر تصنعها تجلس معك اسبوع كامل من اليوم. يعني انت صنعتها مثلا الجمعة الاثنين تختفي. حلوين. فما انصح انا باليوم 8 او اليوم 9، الافضلهم اللي هي يو 10. طبعا انت على حسب رانكك وعلى حسب ذا فتاخذ اللي تقدر عليه يعني. طيب الحين نكمل الشرح في عن اليوبا 8. اليوبا 8 يقول لك انك اذا هزمت الوحش تمام راح يعطيك بنر يجلس معك يوم كامل، تمام. راح يعطيك، راح يكون فيه احنا راح يعطيك 500 لايت. تجمع منه 3 عشان تصل عن طريق الآلة، نفس الحالة زي ما قلنا هنا. تجي نسنسكر هنا الثانية، راح يتحول لك من 500 الى 600 لايت، لكنه راح يجلس معك اسبوع. طبعا يفضل انك تسوي الحركة هذه كل اثنين، يعني كل جاي من الاثنين على الصباح زي كذا تسوها عشان تضمن انك قاعد معك اسبوع كامل، بحيث انه يساعد كثير في موضوع انك تهزم وحوش ليفاي ثانية لو انت تبغى، او انك يساعد كثير في موضوع انك تدخل في الدلف وزي كذا، فيساعدك مرة كثير. طيب اذا صنعته هنا يطلب منك 3 شمعات اللي حقتها اليوبا 9 و2000 عين و2 تنتكل و2 ابل اوف وزن، بعدين راح يتحول انه يسمعك اسبوع، فتلبس انت عندك وخلاص وضعك اوكي. طيب الحين نتكلم عن الثالث اللي هو اليوبا 10 اللي هو يعتبر افضلهم. طبعا اليوبا 10 انت مضطر ان انت تحتاج مساعدة فيه. طبعا اليوبا 8 او اليوبا 9، اليوبا 8 لو كانت 6000 لايت فتقدر تهزم حالك تقريبا. اليوبا 9 تحتاج ان يجمعك شخص ثاني بكثير، شخصين يعني غيرك، وتهزمه ايزي يعني. اما اليوبا 10 او اليوبا 10 تحتاج معك تيم يكون اقل واحد عند 6000 لايت، وجمعك تيم كويس يعني. طبعا هم يقولون افضل الشخصيات الايس سيج والجان ودراكولايت، يعني تنين يمسك الوحش، لكن الدراكولايت ما ينصح فيه كثير لانه يسبب لاج، يثبت انه يرمي والناس زحمة فيصير لاج، فممكن يفصل عليك او بحيث انه على اخذ ضربة وتطلع عنده والتيميت ما تزيد شيء. فحاول انك ما تلعب كثير بالدراكولايت، العب الايس سيج او الجان فتستفيد من ذا الشيء. طيب اذا هزمت انت وحش الليفاي اللي هو في اليوتن كم يعطيك بنر؟ بطل البنر يجلس معك يوم كامل، تحتاج منه 3 بنرات، والبنر هذا الواحد راح يعطيك 750 لايت. حلو. لوين الفلة؟ الفلة لما انت تجيب منه 3 تجي تصنع عن طريق الآلة هذه، تمام. انا الحين معي التوش نفسها، تمام، اللي هو هذه. فتجي هنا تحط 3 هذا اللي تجلس معك يوم كامل، تحطها هنا تدفع 3000 عين و3 تنتكل و3 بول اوف وزدم. طبعا لما تصنعه احنا ما فيه هنا يتحول من 750 الى 900 ويجلس معك اسبوع، زي ما قلنا احنا يجلس معك هو من الاثنين، يعني سواء انت لو شغلته مثلا الاحد او ما شغلت خنق مثلا انت شغلت مثلا على الجمعة افترضا زي اليوم، الاثنين راح يخفي معك. فلازم الاثنين انت تشتغل ثاني، تقتل 3 ليفاي وتجمع 3 وتصنع مرة ثانية عشان يعني يجلس معك لين الاثنين الجاي. حلوين. فخلونا الحين نروح نهزم الحين اول شيء وحش ليفاي ونوريكم كيف تكون الشمعة وكذا نفس مكانك كيف تطيح وكل شيء، بدنا نرجع هنا ونصنعه.
طيب انا الحين لقيت المكان اللي يكون فيه دنجن الليفاي، فهذا هو زي ما تشوفون لون المنطقة لونها غير، طبعا هي عليها شكل يختلف عن الباقين، فهذا هو يكون شكل الحفرة حقت. طبعا احنا خلصنا قبل شوي البوت نفسه، بس انا بويكم شكل المكان كيف تلقاه في الماب. طبعا تلقاه مرة قليل، طبعا انت اذا لقيته في الماب اكتب تحت في الشات، اكتب ليفاي، اللي تكتب كذا اللي هي LEVS، اوكي بعدين بعدها U بعدين 10، تمام زي كذا. شوف الحين بكتب الحين هنا، فتقعد الشعب كلهم يقولون أرسلنا انفايت وشي زي كذا، شفت؟ فتكتب هذا فالشعب كله يقول أرسل انفايت، فأنت إذا لقيت المكان هذا ترسل للناس بحيث إنهم هم يجونك ويساعدونك في نفس البوس، لأنه صعب لحالك تسويه. فتنزل من هنا كامل نزول لين ما توصل عند بوابة بنفسجية، حلو، تدخل زي كذا فبتحصل هنا، هذا هو البوس، وهناك الصندوق حقه. زي ما تشوفون هذا هو هذا هو البوس حق اليو 10، طبعا هذا يطبق افضلهم. فنقتل الحين، طبعا يفضل يكون معك بوابة اللي هي هذه عشان تقدر تروح تهيل وتجي، بس حاول تهيل بسرعة عشان ما تخسر وقت مرة طويل، وترجع بسرعة عشان تقدر تكتب بشكل اسهل يعني، ولا انه يقتلك. طبعا الصعب انك تلاقي يعني البوس نفسه مره صعب انك تلقاه، ويبغى له اشخاص مره كثيرين، لازم يكون اقل شيء اللايت عندك 6000 عشان تقدر تسوي دمج مره حلو يعني. طبعا تحتاج تيم، نيوتن يحتاج تيم، اما اليو 9 واليو 8 لا يكون يعني اليو 8 يتوقع عندك 6000 يمديك لحالك او معك شخص ثاني. فلما نقتل الحين راح نصنع المفتاح، حلو الحين قتلناه راح نصنع المفتاح هذا الاخير هنا، يطلب منك 10 فولي فراغمنت وكوزميك دست 1000 والفلوكس 1005، فتصنعك مفتاح واحد وتيجي هنا تفتح الصندوق هذا ممتاز، فبيطلع لك طبعا تاخذ اللي طاح لك، راح يطلع لك البنر هذا. انتم تشوفون احنا انا مجمع منا 4 لكن احنا في الاصل نحتاج احنا منا 3، بس سوينا شرح لواحد عشان التوضيح. ف احنا جينا عقب ما هزمنا وحش ليفاي وجبنا اللي هي الشمعات هذه، زي ما تشوفون هاي الشمعات تعطيك 750 لايت، تجلس معك يوم كامل تقريبا. انا الحين لها معي تقريبا 3 ساعات او شيء زي كذا، فعشان اصنع ذاك واضمن انه يتحول معي الى يوم الاثنين، اجي هنا عند السن سيكر واجي هنا احط عليها اكس واصنع لي واحد، حلوين ممتاز. اجي هنا شوف الحين انا الحين لو اشيك عليه راح يتحول هو الى 900 لايت زي ما قلت لكم، ويعطيني 300 باور رانك. فالحين هذا راح يجلس كاتبيني انك تحت انه راح يجلس معي يومين و20 ساعه، لان هذا الين يوم الاثنين الجاي اللي هو عشان يصفوا اليوم، يصفوا الاسبوع كامل. ف تلبسه كذا ابد واستمتع يعني، هذا يعطيك لايت 900 شيء ما هو خافي، فيفضل انك تحطه على شخصيه تحتاج فيها اللايت يعني انت مضبط فيها اللايت الشخصيه نفسها، فتنقل على الشخصية اللي انت تحتاجها يعني. انا عادي تمديك تفكه وتحصل عندك جوا هناك وتنقل لشخصية ثانية عادي، يعني ما راح يروح معك، طبعا هو شيء غير قابل للتجارة. فاتمنى المقطع عجبكم، يعطيكم العافية على المشاهدة، اللي ما اشترك يشترك، فخاصة تنبيهكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.